سيئون، مدينة حضرمية موغلة في التاريخ. يقال إن بدء تكوينها يعود إلى ما قبل 1000 من الميلاد. لا تذكر سيئون إلا وتذكر قصورها الشامخة وحصونها الفريدة النادرة، ففيها قصر سيئون، أكبر قصر طيني في العالم، وهو بحق تحفة معمارية يعود عمرها إلى 500 سنة، ومنه كانت الدولة الكثيرية تدير شؤون الحكم في البلاد. على تلة صخرية كبيرة يتربع حصن الفلس، وفي أنحاء أخرى من المدينة تتناثر معالم أثرية ذات قيمة تاريخية ومعمارية. فالعمارة في سيئون سر غامض من أسرار هذه المدينة المنيعة. مبانيها من الطين والخشب، تخلو من أي تدخلات أو تأثيرات خارجية. هي دوحة للعلم والعلماء، فهي أرض المشائخ الظفاري والبامخرمة والسقاف والحبشي. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان قال في تعيين نذرة في المسجد النبوي في مدينة منورة، هذا يليق المسجد الحرام. سيئون موطن للشعر والشعراء وللأدب وللفن، فمنها سطعت أسماء لامعة في عالم الشعر والأدب. فمن أبنائها شاعر اليمن والعرب علي أحمد باكثير، صاحب الروايات الكثيرة والأشعار الشهيرة، وغيرهم الكثير ممن صال وجال في سماء الفن والأدب. سيئون جميلة بأهلها وناسها العاشقين للمرح وللتسلية، وجميلة أيضاً بأسواقها، وجميلة كذلك بكل شيء فيها. حقاً إنها مدينة الروح والجمال. سيئون أرض الفن تعجب كل سالي، يا بختهم لحصلوا من درها المكنون. بالدان والمغنى رخص لي كل غالي، جبالها وديارها بالدان كل ليلة تناديك.